السلام عليكم. اليوم مع وصفات اموالي تكون بواحد الحلوه جافه روعه تحفه، وتقطع كميه لا باس بها. انا قطعت لي 44 حبه، يعني ما شاء الله. يلا تبعي معايا باش تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذه الحلوه الجافه اللي سهله وبنتها بدنا وريحتها تفحفح. يلا تبعي معايا للاخر. اول حاجه نبداو بالعجينه هي الاولى. العجينه واش فيها؟ عندي لهنا 125 غرام تاع لاماغارين طريه، العلبه فيها 250 غرام. دائما لاماغارين تكون طريه، اذا هذه هي 125 غرام. وكي تكون لاماغارين طريه راح تجينا الخدمه سهله. اذا نحي نصف العلبه تاع 250، ولا درتي من علبه تاع 500 غرام قسميها على 4. راح نزيد معها كاس الا ربع تاع سكر حبيبات، سكر عادي ماشي سكر الرطب، لكن سكر عادي. نزيد معاهم مغرفة صغيرة معمرة مليح تاع لافاني، نزيد شوية. راح نزيد معاهم، بما انه راح نستعمل الباتور لكن استعملتي الفوي خلطي غير بالعقل. عندي هنايا كاس نتاع الزيت، وعندي هنايا المقادير كامل يعني بدرجة حرارة الغرفة، راح تجيني الخدمة سهلة. ونزيد عليهم زوج بيضات كاملين بهذه الطريقة. إذن ونخلط كل شيء بالباتور حتى نحصل على خليط اللي يكون كريمي باش نحبسو التخلاط. إذن بسم الله. إذن ها هو القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا كريمي. إحنا واش لازم لنا؟ لازم المهم يكون السكر يذوب لنا، يعني ما يبقالناش هكذاك حبيبات. تقدري ما تخدمي بالفوي. من بعد انا واش ندير؟ عندي كاس نتاع لانوا د كوكو اللي تكون رطبه ماشي خشينه. كنت هضرت لكم على هذا الامر، كي ديري في العجينه ديري الرقيقه، في التزيين ديري الخشينه. عندك الخشينه جوزيها شويه في الاشواق. عندي هنايا كاس نتاع لانوا د كوكو جوز الهند بالميزان، راح تطلع لنا هكذاك قريب 80 غرام، لانه نعرف لانوا د كوكو خفيفه. مغرفه صغيره ماشي معمره بزاف تاع خميره الحلوه، ونبدا نخلط. اذا نحل الاول ندخل هذيك لانوات كوكو مليح مليح في العجينه باش تطلق لنا البنه تاعها. نعرفوا ان لانوات كوكو تشرب، اذا نعطيها المجال انها تشرب لنا شويه. اذا نخلطوها هكذا تطلق البنه. شوفوا كي نضغط عليها بهذه الطريقه راح تطلق البنه، والعجينه تاعنا تجينا بزاف بنينه. دوك نبقى نزيد في الفرينة غير بشويه حتى نحصلوا على عجينه اللي تكون طريه كيما عجينه الصابلي. نقدر نتحكم فيها ونشكلها كيما نحب. اذا هاي العجينه بعد ما لميتها كنمسها بيدي، شوفوا معنا طريه ما تلصقش في اليد. لازم دائما تخلو وقت لانوات كوكو تشرب، لان عفوا لانوات كوكو تشرب باش تزيدي الفرينه تاعك. من بعد هنا واش عندي؟ عندي كميه تاع لانوات كوكو الخشينه هكذا باش نشبح بها. الا ما عندكش ديري رقيقه عادي، راحين ينجحوا في زوج، لكن الخشينه تعطينا شكل الشباب. هذا ما كان، راح ندير عليها كميه نتاع السكر، نخلطهم مع بعض، يعني نفس الكميه تاع السكر مع نفس الكميه تاع لانوات كوكو. نخلطهم هكذا مع بعض ونبداو نشكلو في الحلوه تاعنا. اذا نحكم كميه تاع العجينه نشوف، يعني على حسب ما تكفيني في المول تاعنا. انا حنستعمل هذا المول الشفاو تاع زمان، دائما عاودوا تفكروا لي مول اللي عندنا، ماشي كل مره نشرو مول جديد. اذا ندير كره نرمدها في هذاك الخليط تاع لانوات كوكو والسكر، هكذاك ناشفه يعني راح يلصق عادي. ونديرها في المول بما انه فيها لانوات كوكو والسكر، ماش راح تلصق لي في المول. نديرها بهذه الطريقه ونحيها. ها هي الحبه تاع الحلوه معنا. اذا نشكل كامل العجينه تاعنا كما تقدري تشكليها كرات. من بعد تبداي غير تطبعي دوك هنا كل وحده وكيفاش تحب تخدم. اذا نكمل نعمر كامل السنيوان تاعي. بعد ما عمرت السنيوان ندخلها للفرن على 180 170 180 درجه حتى تطيب. ماذا بينا نحمروا شويه الحلوه باش تجينا بنينه، ونعاود نرجع لكم. من بعد ما طابت الحلوه وتحمرت، شوفوا كيفاش حمرتها
هكذا تجي بنينه ريحه لانوا كوكو كي دخلت للفرن وتحمصت ريحتها ريحه. من بعد هنا حنستعمل لا جولي، جولي طبيعي راهي تبيع عند البعدوزان الحلوه، كيما تقدري تستعملي المعجون عادي، فقط لا جولي راح تبقى من الفوق والحلوه ما تشربهاش. لكن درتي المعجون ديري عادي. راح ندير كميه نتاع لا جولي هكذاك حوالي زوج مغارف ولا اللي رايحه ندفيها. اذا ها هي معنا بعد ما ذوبتها، ذوبيها في كسرونه ولا في الميكرووند، ندلها شويه نتاع ملون احمر باش يجي الشكل تاعها الشباب ويبان في الحلوه تاعنا. نخلط كلش مليح، من بعد نعمر هذاك الفراغ مادام راهي سخونه، لانه غير تبرد رايحه تجمد. دوك انا مانيش حبتها تبرد، نعمرو الحلوه تاعنا لكن غير بالعقل. وهاد لا جولي الحلوه تاعنا ماهيش رايحه تشربها، راح تبقى هكذاك يعني زجاجيه. اذا نعمرو كامل الحلوه تاعنا، شوفوا الاحمر مع الحلوه تاعنا محمر طاتنا بزاف الشكل. اذا نكمل كامل نعمرها ونخليها حتى تبرد باش نقدموها. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، قطعت لي 44 حبه. شوفوا هذيك لا جولي اللي كي نديرها في الحلوه تاعنا، شوفوا كيفاش تنشف، شفتوا تولي يعني كيما يعني تولي شفافه، تبقى شاده روحها والحلوه تاعنا ما تشربهاش. المهم هي الحلوه تاعنا تكون بارده. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاع هاد الحلوه. هاد الحلوه تجي مقرمشه، لكن هاديك القرمشه اللي تجي خفيفه وبنت. هاديك لانوات كوكو كي تحمص في الفوق تجي بزاف بنينه. اذا راح نقسم لكم حبه، بسم الله. شوفوا كيفاش تجينا هاديك لا جولي في الوسط. كيما تقدري عادي ديري المعجون. ها هي معنا الحلوه تاعنا، نتمنى انكم تجربوها باش تكتشفوا الطعم تاعها، لانها بزاف بزاف بنينه وتقطع ما شاء الله. يلا جربوها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.